ايه سر جملة في حتة تانية اللي بقت خلاص هي لازمة مع حضرتك والناس بقت بتسمعها بتبقى خلاص عارفة ان دي كابتن سيف زاهر تريد مارك؟ ما اعرفش، عارف ساعات كده ربنا في الشغلانه دي بعت لك رزق، فهو عارف على مسافه واحده في حته تانية بص نص كوبايه المليان، يعني شويه حاجات كده انت بتشتغل بيها بشكل كبير بتجيب مع الناس او الناس بتحبها، ربنا بيكرمك فبتروح لقلب الناس على طول، فبتبقى جمله ماشيه عجبت الناس، عجبت الناس، الناس تصوروا ان في حته تانية بيتحط فيها الاليت، يعني تحط فيها الناس اللي هو بقى يعني عصاره العصاره زي ما بيقولوا يعني، او عم الشغلانه. فدايما لما بتيجي اللعيب شناوي، ودايما الشناوي لان هو انفرد فتره كبيره جدا في حتته، لكن اي حد بيتالق بتقوم موديه لحته تانيه، لزقت قوي في الشناوي شويه لان هو ثابت بقاله سنين، كل واحد يروح لحته تانيه وينزل يرجع ما يثبتش معاك، يعني مثلا موسيماني حطيته في الحته التانيه مش نزل، كولر ماس حطيته في الحته التانيه اتزحلق، يعني هي حسب انت مقدار ثباتك، بس هي جمله جابت مع الناس، الناس خلاص اقتنعت ان في حته تانيه بيتحط فيها المعلم يعني. طب لو قلنا عايزين نحط خمسة في الحتة التانية دي من وجهة نظرك كده دايما بتشوفه في مختلف حتى المجالات بتاعت الكورة يعني، فتحط لنا كده خمسة في الحتة التانية دي اللي هما بيحرسهم محمد الشناوي طبعا. محمد شناوي اتحط في حتة ثانية، زيزو اتحط في حتة ثانية، محمد عبد المنعم اتحط في حتة ثانية، عمر كمال عبد الواحد اتحط في حتة ثانية، مروان عطية اتحط في حتة ثانية. ليه برضو؟ أنا هقول لك أنا رتبتها إزاي. كتبت ان كل واحد في دول كان عنده مهمه صعبه جدا. انا عملت لقاء مع زيزو اول ما جه، امير مرتضى كان بيشرح لي ان ده هيبقى نجم الدنيا، انا ما كنتش متوقع ان ده ممكن، يعني ما كنتش شفته عشان يعني بس ما توقعتش ان الكلام ده ممكن يتحقق بالصوره دي. سبق الحديث عبد المنعم جه من فيوتشر راكب الدنيا كلها، راكب الاهلي منتخب مصر، الشناوي قاعد لوحده في الحته الثانيه، عمر كمال عبد الواحد في سن كبير قدر ان هو يقدم نفسه بشكل كبير جدا، مروان جه من الاتحاد واخد مكانه على طول في المنتخب والنادي الاهلي، ودي صعبه جدا.